لغة واحدة ومصير مشترك، حال الأمة العربية دولاً وشعوباً. لذلك ليس من الغريب أن نشاهدهم يجتمعون في أوقات الأحزان والخطر وفي الفرح أيضاً. واليوم كان بلا أحزان، حيث اجتمع قادة 5 دول عربية في مدينة العلمين الجديدة، وهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد رئيس الإمارات، والملك عبد الله ملك الأردن، والملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى القاضمي. صفحة رئاسة الجمهورية المصرية على فيسبوك نشرت فيديو مختصر عن الزيارة، فلنشاهد. رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا بشكل كبير مع الزيارة، وبشكل خاص بالألعاب النارية ومراسم الاحتفال التي زينت سماء العلمين الجديدة، فلنشاهد. Thank you.
السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية قال إن ترحيب الرئيس بالضيوف الكرام جاء في لقاء أخوي خاص، وأن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر بينهم لتعزيز العلاقات الثنائية. أما على مواقع التواصل الاجتماعي فقد أشاد المستخدمون باللقاء والعلاقات الودية المتبادلة بين الأشقاء. وبداية التغريدات مع عوض الله الزعيم، حيث غردت وقالت دايما في خير ونعمة يا أم الدنيا. أما خميس فعلق عبر فيسبوك وقال موفقين دائما بإذن الله. عالم السياسة مليء بالشد والجذب، لكن العلاقات العربية دائما ما تصمد في وجه التحديات التي تواجه المنطقة. في رأيك كيف سيكون شكل الفترة المقبلة في ظل تقارب العلاقات العربية في الفترة الحالية؟